مرحبا تقبشوني، كيفكن؟ شو أخباركن؟ كتير منكن طلب مني أعملكن أكلة هيك صحية بالشوفان، وأنا تحت أمركن على طول. كل اللي بنحتاجه لهالأكلة اللذيذة هو نص كوب شوفان ونحط عليه معلقتين كبار لبن، أي نكهة أنتو بتحبوها. أنا هون حطيت نكهة الفانيليا، حطيت معلقتين عسل، قد أنتو ما بتحبوها حلوة حطوا عسل، فيكن تحطوا 3 ملاعق أو أقل من معلقتين. وأنا هون حطيت ستروبري فريز أو أي نوع فاكهة أنتو بتحبوه. بعدين حطيت نصف كوب حليب، بنحطه على دفعتين، بنحرك أول شي، بنحط شوي وبنحرك على مهلنا، وبعدين بحط باقي الحليب الكمية وبس هيك، وبحركهم وبحطهم بعدين بالبراد لحتى عنا الشوفان هيك يمتص الحليب واللبن وكل المكونات والعسل اللي حطيناه، بنحطه بالبراد شغلة ساعتين، وبعدين بتصير عنا أطيب أكلة هيك صحية ومغذية ومفيدة بالشوفان، صارت عنا جاهزة وعملناها بأقل هيك من دقيقتين وبس هيك. بحط هيك شوية ستروبري على الوش، وهيك فيكن تزينوها بالمكسرات، هيك تحطوا كمان شوية مكسرات على الوش، وفيكن تحطوا بذور الشيا معلقة، بس أنا ما كتير بحبها لهيك ما حطيتها لك. بس هيك صارت عنا أطيب وجبة صحية، يعني بدكن تقولوا فيها 350 سعرة حرارية. وإن شاء الله تكونوا هيك انبسطتوا معي بالفيديو، وضلوا تابعوني واشتركوا بالقناة لحتى أقدم لكم كل شي بتحبوه وكل شي على طلبكم. ضلوا بألف خير، باي.